ما يختارش. حنا نديرو عبر كل الوطن ونشوفوا حتى في الجنوب وفي الوسط الجنوبي والشرق الجنوبي والغرب الجنوبي مستشفيات تمد خدمات استعجالية، سكالير، يرام، نيروشيولوجي، فكل استعجالات، وبالخصوص قاعة الإنعاش، لأن الجزائر كنا خصونا قاعة الإنعاش. هذا هو العمل اللي انطلقنا فيه واللي طلبوا السيد رئيس الجمهورية وبالموافقة مع السيد الوالي، رانا نخدموا كيف كيف إن شاء الله، والوالي نتاع عنابة والآخرين، باش لأن المريض يحتاج الطبيب، يحتاج العلاج، يحتاج الخدمات الطبية في حالة الاستعجال.